القيامة إلى رجلٍ يجرُّ إزارَه، لا ينظر الله يوم القيامة إلى رجلٍ يجرُّ إزارَه، أي يمشي وهو يجرُّ إزارَه، له إزارٌ طويلٌ يجرُّه بطرًا وخُيلاءً. فالمذمومُ هنا ليس الثوبُ في ذاته، كونُ الثوبِ طويلًا ليس مذمومًا لذاته، وإنما ذمَّه النبي صلى الله عليه وسلم لأن صاحب هذا الثوب الطويل قد اتخذه ذريعةً إلى الكبر، إلى التكبُّر والاستكبار والعياذ بالله. وروى عبد الله عن أبيه رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: من جرَّ ثوبَه خُيلاءً، أي بطرًا وكبرياءً، من جرَّ ثوبَه خُيلاءً لم ينظُر الله إليه يوم القيامة، سوف يُحرَمُ من نظر الله إليه، وكفاه بهذه العقوبة عقوبة. ويقول الحبيب المُصطفى صلى الله عليه وسلم يحكي لنا هيئة رجلٍ وهو يمشي من بني إسرائيل، يقول في الحديث الصحيح: بينما رجلٌ من بني إسرائيل يمشي في حُلَّةٍ، والمراد بالحُلَّة ثوبٌ يتكوَّن من قطعتين رداءٍ وإزارٍ، بينما رجلٌ من بني إسرائيل يمشي في حُلَّةٍ تُعجِبُه نفسُه، يمشي متبخترًا. يقول النبي صلى الله عليه وسلم واصفًا هذا الرجل بعد ذلك مُرجِّلًا جُمَّته. الجُمَّة مُجتمعُ الشعر الذي يتدلَّى إلى المنكبين، له شعرٌ طويلٌ يتدلَّى، قد رجَّله أي صرَّحه ودهنه، رجَّل شعره أي صرَّحه ودهنه. ماذا كان مآلُ هذا الرجل؟ قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إذ خسف به الله الأرض فهو يتجلجل فيها إلى يوم القيامة، أي ينزل ويخسو فيها إلى يوم القيامة. هذه هي عاقبة المتكبرين. والتكبر أيها المؤمنون على مراتب، أعظم مراتبه بل أخس منازله أن يتكبر المرء فيترفع عن الإيمان بالله وعن عبادته. فابن نوح أعرض عن عبادة ربه، فكان مآله وخيماً في الدنيا والآخرة، نداه والده بلسان البنوة التي تتدفق عطفاً وحناناً: يا بني اركم معنا ولا تكن مع الكافرين. قال: سآوي إلى جبلٍ يعصمني من الماء. قال: لا عاصم اليوم من أمر الله إلا من رحم. وحال بينهما الموج فكان من المغرقين. وقيل: يا أرض ابلعي ماءك ويا سماء وقلعي، وغيظ الماء وقضي الأمر واستوت على الجودي، وقيل: بعدا للقوم الظالمين. هذا هو مآل الذين يعرضون عن ربهم ترفعا وتكبرا، وكذلك الذين يعرضون عن عبادة ربهم، إن الذين يستكبرون عن عبادتي سيدخلون جهنم داخرين. ثم مرتبة ثالثة هو الإعراض والترفع عن الخلق، عن عباد الله. تروي لنا كتب الآثار أن الأحنف كان يجلس إلى مصعب ابن زبير على سريره، فدخل عليه يوماً ومصعب مادٌ رجليه ولم يقبضهما،
فقعد الأحنف بن قيس فزحمه زحمةً رأى أثرها على وجه مصعب، فقال له: عجباً لابن آدم يتكبر وقد خرج من مجرى البول مرتين، من أنت أيها المرء حتى تتكبر؟ عجباً لابن آدم يتكبر وقد خرج من مجرى البول مرتين. لا إله إلا الله، محمد رسول الله صلى الله عليه وسلم. أيها المؤمنون، التكبر يكون بوسائل متعددة. قد يكون التكبر بالجاه والسلطان. صاحب الجاه والسلطان عندما يرى الناس مطيعين سامعين له خادمين لمصالحه، قد تساور نفسه نخوة وعزة بها يتعالى على الناس. وهذا يذكرنا بما رواه عروة بن الزبير عن عمر بن الخطاب رضي الله عنه، وقد كان خليفة للمسلمين، رآه يحمل على عاتقه قربة ماء، فقال له: لا ينبغي لك ذلك يا أمير المؤمنين. فقال له عمر بن الخطاب في تواضع: يا هذا، لقد جاءتني الوفود مطيعة مسالمة، فدخلت نفسي نخوة فأردت أن أكسرها. فدواء الكبر أن تذل نفسك، أن تكسر هذه النخوة الكامنة فيها. كذلك قد يكون هذا التفاخر بالعلم، من حاز نصيباً وافراً من العلم واستعظم جماله وكماله فيه، ربما استجهل الناس وحقر من شأنهم. يذكرني هذا بما قاله أبو حامد الغزالي، قال: دخلت جامع بغداد فرأيت طائفة من أهل العلم يحضرون درسي، لو وزع علم واحد منهم على أهل الأرض لوسعهم جميعا، فخشيت أن يقتحم الغرور علي أسوار نفسي، وإذا بأحد الجلوس يقوم ويقول لي: يا أبا حامد، ما شأن ربك اليوم يا أبا حامد؟ قال: ففكرت ملياً ولم أهتدي إلى الجواب، فقلت له: أمهلني يا هذا. وجاء الغد وقام إلي الرجل فعجزت عن الجواب. وفي اليوم الثالث تضرعت إلى الله وأخذت أقرأ القرآن وأتنفل وأسجد لله باكياً خاشعاً عسى أن يفتح لي الجواب. قال: وبينما أنا أقرأ كتاب الله أخذتني سنة من النوم قبيل الفجر، فإذا برجل يتلألأ نوراً، وقال له: يا أبا حامد، أتدري من أنا؟ أنا محمد رسول الله صلى الله عليه وسلم. إذا جاءك الرجل وقال لك: ما شأن ربك اليوم؟ فقل له: لله شؤون يبديها ولا يبتديها، يرفع أقواماً ويخفض آخرين. وذهب كعادته من الغد إلى المسجد الجامع ليدرس، فإذا بالرجل يقوم إليه ويقول له: يا أبا حامد، ما شأن ربك اليوم؟ فقال له أبو حامد: لله أمور يبديها ولا يبتديها، يرفع أقواماً ويخفض آخرين. أتدرون ماذا قال له الرجل؟ قال له: صل على من علمك وأنت نائم. الكبر داء عضال، من أصيب بهذا الداء أذله الله في الدنيا قبل أن يذله ويستصغر شأنه في الآخرة. قال بعض الصالحين: رأيت رجلاً في الطواف بين يديه أجراء يمنعون الناس لأجله من الطواف،
ورأيته بعد مدة على جسر بغداد يسأل الناس، فتعجبت منه، فقال لي: يا هذا، لقد تكبرت في موضع يكون فيه التواضع لله سنة وديدنا، فابتلاني الله بالذل في موضع يترفع فيه الناس. وقد يكون التكبر بالحسب والنسب، وقد يكون بالمال، وقد يكون بالأصحاب والأقران، فطرق التكبر لا تكاد تحصى كثرة. فهذا المتكبر عليه أن يستحضر في نفسه أن العلم والمال والأولاد والأقران نعم تفضل الله بها عليه، فعليه أن يشكر الله لا أن يتكبر. عليه أن يستحضر أصله ومنشأه، أنه من طين، وأنه ليس من جنس آخر يختلف عن جنس البشر. لو استحضر كل امرئ منا هذه الحقيقة واستشعرها، فداخلت ومازجت شعوره وكيانه وعقله، ما تكبر أحد على وجه الأرض. نسأل الله تعالى العلي القدير أن يمنحنا التواضع، وأن يجعلنا من المتواضعين المتذللين لله رب العالمين. وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. الحمد لله الذي ألهم صفوة عباده استنباط علل أحكامه واستخراج مقاصد شريعته، وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه صلاة تخرجنا من ظلمات الوهم وتكرمنا بنور الفهم وتوضح ما أشكل حتى يفهم. ربنا إنك تعلم ولا نعلم وأنت علام الغيوب، رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي. السؤال الذي ورد إلينا: صاحب مزرعة باع المحصول، باع محصوله بعد يبسه وبدو صلاحه. إنسان باع المحصول الزرع متاعه بعد اليبس وبدو صلاحه، فعلى من تكون الزكاة؟ على صاحب الأرض الذي باع الزرع أو على المشتري؟ هنا نقول الذي يطالب بأداء الزكاة هو صاحب الأرض. لماذا؟ لأن الزكاة تعلقت بذمته وهي تحت يديه، أي أنها وجبت عليه وهي عنده قبل بيعها، فهنا لا يطالب المشتري بإخراج الزكاة عن هذا الزرع الذي يبس وبدا صلاحه عند ربه وهو صاحب الأرض. نسأل الله تعالى أن يفقهنا في الدين. اللهم لا تدع لنا في مقامنا هذا ذنباً إلا غفرته، ولا ديناً إلا قضيته، ولا همّا إلا فرجته، ولا كرباً إلا نفسته، ولا مبتلاً إلا عافيته، ولا مريضاً إلا شفيته، ولا ميتاً إلا رحمته، ولا قائماً على الخير إلا وفقته، ولا عيباً إلا سترته، ولا غائباً إلا رددته، ولا تائباً إلا رددته ردّاً جميلاً، ولا خيراً إلا عجلته، ولا خيراً إلا عجلته، ولا مصلحةً إلا جلبتها، ولا سوءًا إلا صرفته، ولا سحرًا إلا أبطلته، ولا رزقًا حلالًا إلا وسعته، ولا سحرًا إلا أبطلته. يا أرحم الراحمين يا رب العالمين، يا أرحم الراحمين يا رب العالمين. اللهم قوِّ شوكتنا، اللهم قوِّ شوكتنا ولا تذهب ريحنا. اللهم ارفع منازلنا بين الأمم. اللهم احقن دماءنا واحفظ ثروات بلادنا. اللهم صن أعراضنا. اللهم قنا كيد الكائدين. اللهم قنا شر الفجار.
يا رب لا تؤاخذنا بما فعل السفهاء منا، يا رب ارفع عنا غضبك ومقتك يا أرحم الراحمين. اللهم ارفع عنا البلاء والوباء ودرك الشقاء يا أرحم الراحمين يا رب العالمين. اللهم أصلح شبابنا، اللهم أصلح لنا شبابنا، وبارك لنا في شيوخنا وآبائنا وأمهاتنا. اللهم اجعل الحياة لنا زيادة في كل خير، واجعل الموت راحة لنا من كل شر. يا واسع الفضل، يا عظيم، يا جواد، يا من أظهر الجميل، يا من ستر القبيح، يا منتهى كل شكوى، يا صاحب كل نجوى، ارحمنا فإنك بنا راحم، ولا تعذبنا فإنك علينا قادر. اللهم الطف بنا فيما جرت به المقادير، إنك على كل شيء قدير. اللهم اجعل خير أعمالنا خواتيمها، وخير أيامنا يوم لقائك يا أرحم الراحمين. يا رب تول أمرنا، وفك أسرنا، وارحم ضعفنا، واجبر كسر قلوبنا يا أرحم الراحمين يا رب العالمين. اللهم احشرنا في زمرة نبينا، اللهم أوردنا حوض نبينا، واحشرنا تحت لواء محمد. يا ربي، يا رب لا تحرمنا من أجره، يا رب لا تحرمنا من أجره، ولا تفتنا بعده. يا رب اسقنا شربة هنيئة من يده الشريفة لا نظمأ بعدها أبدا. آمين آمين آمين. أيها المؤمنون، إن الله يأمر بالعدل والإحسان وإيتاء ذي القربى، وينهى عن الفحشاء والمنكر والبغي، يعظكم لعلكم تذكرون. قوموا إلى صلاتكم يرحمكم الله، وأقم